الحقيقه كنت حضرتك معانا ضيف من اسبوعين، كنا بنتكلم في موضوع تاني متعلق بحادثه اليمه وبنحاول نفسرها نفسيا، ولفت نظرنا جدا يوميها التايتل بتاع حضرتك علاج ادمان السيدات. تمام. ولما اقترب العيد وبقينا بنقرا برضو اخبار ونسمع على الناس اللي عايزه تشتري اكتر مخدرات، عايزه تجيب حشيش وتامن الكميه اللي معاها وكده، حبينا قوي نعرف ايه علاقه ده بالعيد. ايه يا دكتور العلاقه اللي زي ما انا بقول الطرديه اللي ما بين فرحه العيد وفكره ان انا عايزه ابقى مغيببه، عايزه اعمل دماغ ومش عايزه ابقى عايشه الواقع؟ تمام. انا شاكر لحضرتك على الرابطه دي ما بين الاعياد والاحتفالات وانتشار وترويج المخدرات، لان الحقيقه هي الرابطه دي من سنين طويله جدا، وبدات مع كون في فئه من الناس ما بيعرفوش يتعاملوا مع مشاعرهم، ما بيعرفش ينبسط، ما بيعرفش يزعل، ما بيعرفش يقلق، ما بيعرفش يتشجع، ما بيعرفش يبقى مقبل على الحياه ومتحمس. الناس دول الحقيقه اللي عندهم مشكله في اداره المشاعر بيبقوا محتاجين لوسيط خارجي علشان خاطر يحسوا كويس، او على الاقل علشان خاطر يلغوا الاحاسيس. فالحقيقه العيد زي ما بيقولوا فرحه وابتهاج. المدمن شخص ما بيعرفش يضحك، ما بيعرفش يتبسط من قلبه، فبيدور على وسيله مساعده علشان يعرف يتعامل بيها مع المشاعر اللي المفروض تكون. فالمفروض عيد، المفروض انا ابقى مبتهج، ابقى سعيد، ابقى فرحان. هو ما بيعرفش يفرح زينا وما بيعرفش يحتفل زينا، فبيحتاج لحاجه تساعده على ان هو يحتفل بالوهم. اللي بيحصل ان هو بيسكن مشاعره، ولا بيعرف يبتهج ولا يسعد ولا يعرف يحتفل بالعيد زي الناس العاديين. وبتكون النتيجة الحقيقة أنه هو بيقضي العيد يا إما في السجن، يا إما في المستشفى، يا إما مغيبب، يا إما في أحسن الأحوال بيقضيه في المستشفى للعلاج لو طيب. الأسرة عندها وعي.